مرحبا وأهلا وسهلا فيكم بهالحلقة الجديدة من برنامج من المختبر. أنا ناجي ومثل العادة برحب فيكم وبقلكم أهلا وسهلا معنا في هالحلقة يلي من خلالها رح نتعلم اختبارات وأمور علمية مفيدة ولربما تكون جديدة للبعض منا. اليوم رح نتكلم عن الأسنان. تعرفوا الإنسان عنده بنية مهمة جدا في الجسد يلي هي الأسنان، والأسنان هي صلبة، هي بنية صلبة وإلها أساس مهم في حياتنا نحن كبشر، لأنه من خلال الأسنان نحن منقدر أنه نتناول الطعام، من خلال الأسنان نحن منقدر أنه نتكلم. فإذا أردنا أنه نتناول الطعام بدنا نستعين بالأسنان، وإذا أردنا أنه نتكلم ونلفظ الكلام بطريقة سليمة أيضا يجب أن يكون عندنا أسنان سليمة. وأيضا الأسنان إلى وظيفة مهمة بالنسبة لحياتنا الاجتماعية. تعرفوا الإنسان بحب أنه يضحك، بحب أنه يبتسم، والأسنان هي اللي بتخلي عندنا تظهر الابتسامة الجميلة. وهيدا إذن هو موضوع حلقتنا عن اليوم، كيف نحن نعتني بالأسنان ومن ماذا تتكون الأسنان وما هي أهمية الأسنان عند الإنسان. أول شيء خلينا نتعلم كيف تتقسم أو ما هي أنواع الأسنان. في 4 أنواع من الأسنان عند الإنسان. في عنا أولا الأسنان القاطعة يلي هي موجودة بالجهة الأمامية للفم يلي تسمى القواطع، وأيضاً عنا الأنياب أيضاً بالجهة، ببلش من الجهة المقابلة للقواطع عنا الأنياب، وأيضاً من بعد الأنياب عنا مجموعتين من الأسنان تسمى الضواحك، وأيضاً تسمى الضواحك وتسمى الطواحن يلي هي كل واحدة من هالأسنان إلى وظيفة معينة. القواطع نقطع فيها الطعام، والأنياب بتساعدنا أنه نبلش عملية مضغ الطعام، وبالتالي الضواحك والطواحن هي بتساعدنا لحتى نقدر نمضغ الطعام بشكل جيد. تعرفوا أصدقائي إذا نحن ما قدرنا أنه نمضغ الطعام أو نتناول الطعام بشكل جيد، بالتالي عملية هضم الطعام رح تكون صعبة جدا. من أجل هيك أهمية أنه تكون بنية الأسنان عند الإنسان تكون سليمة جدا جدا. الأسنان اللبنية هي التي تسمى الأسنان يلي بتبلش تنبت أو بتبلش أنه تظهر عند الطفل الصغير، والأسنان اللبنية هي يلي بتبلش تظهر عند الإنسان الصغير حوالي الشهر السادس والشهر الثامن. فإذا الأسنان اللبنية تنبت عند الطفل الصغير لما يكون عمره حوالي 6 أشهر لـ8 أشهر بتبلش تظهر الأسنان اللبنية. ومهم جدا نتذكر أصدقائي أنه الأسنان اللبنية عند الطفل الصغير تظهر أولا بالمركز السفلي، فإذا بالجهة السفلية للفم يظهر 2 من الأسنان اللبنية عند الطفل الصغير.
وكل ما يكبر الإنسان كل ما يكبر الطفل طبعا، بين حوالي 6 شهور والسنتين تقريبا تتكون جميع أو معظم الأسنان الأساسية عند الإنسان. فإذا الأسنان عند الطفل بتبلش لما يكون عمره 6 أشهر وبتتكون لحوالي السنتين والسنتين النصف، وطبعا الأسنان لحتى تكتمل كلها طبعا بدها تضل معنا لسنين عديدة لحتى نصير بالغين، لحتى كل مجموعة الأسنان عند الإنسان تكتمل. ولما يكتمل مجموعة الأسنان عند الإنسان بيصير عددها على الشكل التالي: 8 قواطع، 4 أنياب، وأيضا 4 طواحن وضواحك بحسب ما بيسموها البعض. أصدقائي، مثل ما قلت لكم، من الضروري أنه نحن نهتم بكيفية تكوين أسناننا. تعرفوا أنه لما نحن نأكل نتناول الطعام، إذا ما نظفنا أسناننا باستمرار باستخدام الفرشاة والدواء الضروري أو الدواء اللي بننظف فيه أسناننا، اللي حيصير أنه الطعام اللي حيتكون داخل الفم، في بعض الأحيان الطعام بيبقى بين الفراغات الموجودة بالأسنان، وهيدا الطعام لما بيبقى داخل الفم بيتكون إلى مادة أسيدية، وبالتالي المادة الأسيدية بتبلش تتفاعل مع الأسنان، وبالتالي بيتكون ما يسمى بالصوص أو ما يسمى بالنقاط السوداء يلي منشوفها بالأسنان، يلي هي رويداً بتدمر البنية السليمة للأسنان. من شان هيك أصدقائي، نحن من الضروري أنه باستمرار كل ما نتناول الطعام نقوم بعملية تنظيف سليمة لأسناننا. رح أعمل أنا وإنتو اختبار بسيط لحتى نتعلم كيف المادة الأسيدية ممكن أنه تدمر لنا الأسنان. ومن أجل اختبارنا نحن بحاجة إلى وعاءين وبحاجة إلى البيض. البيض كشرة البيض تشبه إلى حد ما الكشرة الكلسية الموجودة في الفم، وأنا بحاجة إلى مادة أساسية يلي نحن منلاقيها أيضا به، يلي هي موجودة أيضا بالدواء يلي نحن مننظف فيه أسناننا، يلي هي مادة الفلور. بحاجة لمادة الفلور وهي مادة أساسية يلي تحمي الأسنان. فإذا مادة الفلور هي تحمي الأسنان، ومن أجل هيك نحن دايما لازم ننظف أسناننا باستخدام مادة الفلور. اللي عملته أنا، أخذت بيضة ووضعتها لمدة من الوقت داخل وعاء فيه الفلور، حطيتها مع الفلور وخليتها تتفاعل لمدة 10 دقائق مع مادة الفلور. وهلأ رح استعين بالخل. نحن قلنا الأكل يلي بيبقى على أسنان بيتحول إلى مادة أسيدية يلي بدورة بتبلش تاكل الأسنان. الخل معروف عنه طبعا مثل ما شفنا بحلقات ماضية إنه هو مادة أسيدية. رح أوضع كمية من الخل داخل كل من الأوعية، وهلأ اللي حأعمله رح أخذ البيضة يلي لم تتعرض إلى الفلور ورح أضعها داخل الخل، ورح أخذ البيضة الثانية يلي صارت مغلفة بكمية من الفلور وأيضا رح أضعها داخل الخل. بدي إياكم أصدقائي تنتبهوا مظبوط شو رح يكون الفرق. طلعوا على البيضتين. إذا منطلع على هيدي البيضة منشوف كيف الخل بدأ مباشرة يتفاعل مع البيضة، منشوف كيف الخل بدأ يأكل قشرة البيضة. شوفوا الفقاعات الصغيرة، هذا يعني إنه الخل عم بيأكل قشرة البيضة. بينما خلينا نطلع إلى البيضة الثانية يلي أيضا عرضناها لمادة الفلور، منشوف إنه عملية التفاعل قلت بشكل كبير جدا أو ربما غير موجودة.
فإذن أصدقائي من خلال هذا الاختبار نتعلم قديش أهمية أنه نحن باستمرار ننظف أسناننا بالدواء يلي فيه مادة الفلور يلي بيحافظ على تكوين أسناننا. والفلور مثل ما قلنا إذن هو بيعطي قشرة يلي بتمنع أنه الخل يتفاعل مع الأسنان، وبالتالي بتكون أسناننا سليمة وبتدوم أكثر وأكثر. أصدقائي حين الوقت هلأ حتى نعمل بعض الاختبارات المختلفة يلي من خلالها رح نتعلم أيضا أمور جديدة وأمور مختلفة. ومن أجل اختبارنا اليوم نحن بحاجة إلى مادة اسمها الستيروفوم. الستيروفوم هي مادة ولكن حجمها الأساسي هو صغير جدا جدا، هي مادة كيميائية ولكن تعرضت إلى الهواء، وإذا طلعنا إلى داخل مادة الستيروفوم منشوف أنه فيها جيوب هوائية كثيرة، ولكن أساسها هي كمية صغيرة جدا جدا جدا. رح نخلي مادة الستيروفوم هلأ تتفاعل مع مادة تانية، مادة أسيدية يلي اسمها الأسيتون. طبعا أصدقائي أنتوا هيدا الاختبار ما بتعملوه بالبيت، لأنه هيدا اختبار منه سهل أبدا ومش لازم نحن نتنشأ هيدي المادة مادة الأسيتون، ولكن أنا عم بعمله أمامكم حتى نتعلم أمور مفيدة لإلنا. رح نشوف كيف تركيبة الستيروفوم رح تتدمر أو رح تتحطم تركيبة الستيروفوم لما تتفاعل مع مادة الأسيتون. رح يصير في عنا تفاعل كيميائي جديد هلأ رح نشوف يرجع الستيروفوم إلى حجمه الأساسي. بديكم تتطلعوا إلى داخل هيدا الوعاء ورح نشوف كيف الأسيتون رح يتفاعل مع الستيروفوم. رح نحط كمية كبيرة من الستيروفوم ورح نشوف كيف رح يتفاعل. نشوف إذن كيف عم نقدر إنه دايما نوضع أكثر وأكثر من مادة الستيروفوم. طبعا منشوف هالتفاعل اللي عم بيصير إنه الأسيتون لما عم بيتفاعل مع حبة الستيروفوم عم بيدمر تركيبتها الكيميائية وعم بيتقلص حجمها. منشوف كيف فينا كل الوقت نضل نزيد كمية أكثر وأكبر من الستيروفوم. ليش؟ لأنه عم تصغر. طبعا هي ما عم تختفي، ما عم بتزيل من الوجود، ولكن اللي عم بيصير إنه عم ترجع إلى حجمها الأساسي. تتفاعل نرجع فينا نحط كمية جديدة. منشوف كيف فينا دايما نحط كمية أكثر وأكثر، ومنشوف قدي صرنا قادرين نحط كمية كبيرة من حبات الستيروفوم. طبعا فينا نكمل هالعملية يمكن إلى مدة طويلة. شفنا قدي صرنا حاطين كمية كبيرة من الستيروفوم وكيف الستيروفوم شبه عم بيختفي من الوجود، ولكن الحقيقة هي إنه الستيروفوم عم بيرجع إلى حجمه الطبيعي قبل ما يتكون إلى جيوب هوائية. وهيك منشوف تقريبا الستيروفوم رح يختفي مع في داخل هيدي الكمية من الأسيتون. أصدقائي كمان هلأ مع بعضنا البعض رح نعمل اختبار. هيدا الاختبار أنتو بدوركم فيكم تعملوه بالبيت، ولكن مثل العادة أصدقائي الصغار حاولوا أنه تستعينوا بأحد الأشخاص الكبار. من أجل اختبارنا نحن بحاجة إلى بالون مطاطي وكبيات من مادة البلاستيك صغيرة على الشكل التالي. رح نتعلم شوي عن موضوع ضغط الهواء ورح نشوف شو رح يكون عنا بالاختبار التالي. رح انفخ شوي البالون وبعدين رح اوضع الكباية على هذا الشكل.
وبنشوف بنشوف كيف الكباية التصقت بالبالون. هلأ خلينا مع بعضنا البعض نفحص قوة هيدا البالون. اللي عم بيصير قبل ما كمل اختباري هو انه داخل الكباية كان في كمية من الهواء. لما وضعنا الكباية على هذا الشكل البالون لما انتفخ طرد كمية الهواء الموجودة داخل الكباية، وبالتالي داخل الكباية صار في كمية هواء أقل من ما في من الداخل من الخارج، فأصبح الضغط الهوائي من الخارج أقوى من الضغط الهوائي من الداخل، وبالتالي منشوف كيف الكباية التصقت بالبالون. خلينا نشوف كم كباية فينا نوضع على هذا البالون. خلينا نشوف إذا فينا نوضع بعد كبيات أكتر على البالون. وهيك منشوف أصدقائي كم بالون قدرنا أنه نحط على كم كباية قدرنا أنه نحط على البالون. طبعا فينا نلصق بعد عدد أكبر من الكبيات، ولكن هذا العملية لازم نعملها على مهلنا رويدا رويدا حتى يمكن أنه الكبيات تلتصق على البالون. إذن اللي صار أنه ضغط الهواء من الخارج أقوى من الضغط الهواء من داخل الكباية، ومشان هيك منشوف أنه الكبيات عم تلتصق على البالون. أصدقائي مثل ما بتتذكروا حلقتنا اليوم كانت عن الأسنان، عن تكوينها وأهميتها بالنسبة لجسدنا. السؤال لكم بهيدي الحلقة هو على الشكل التالي: متى تبدأ ظهور الأسنان اللبنية عند الطفل وأين؟ إذن متى يبدأ ظهور الأسنان اللبنية عند الطفل وأين؟ أصدقائي على العناوين يلي عم تظهر أمامكم على الشاشة ارسلوا لي الأجوبة، وأنا متأكد أنكم كلكم عرفتوا الجواب الصحيح. يلا بسرعة أنا ناطر أجوبتكم. أصدقائي حلقتنا لليوم انتهت، ولكن طبعا مثل العادة لقاءاتنا مستمرة. أنا ناجي وملتقاي معكم بحلقة جديدة، انتروني.